مرحبا برج القوس، أهلا فيكم في قراءتكم. عندك ملكة الأرض أو الخماسيات، ملكة السيوف أو الهواء، وستة الأكواب. برج القوس، خلال هذا الشهر أمورك المادية راح تكون مستقرة، وراح بالعكس مسؤولياتك تزيد على قدر نضوجك المادي والمالي. في الوظيفة أو في المشاريع راح تكون كأنما تترأس مشروع جديد، مشروع في تطوير أو في ترميم، في نوع من الترميم، نوع من تعديل تحسين. يعني هو بما أن عندنا ستة الأكواب، المشروع اللي أنت تمسكه خلال هذا الشهر مشروع قائم قبل ما أنت تدخل في هذا مجال العمل، ولكن أنت من الأشخاص اللي راح تنعطى منصب في أن تمسك هذا المشروع. بداية من شهر 7 راح يتم الاختيارك أنت. وأيضا أشوف هني بسبب تعاملاتك التجارية خلال هذا الشهر، تشتري وتبيع، راح تتكشف لك الأوجه الحقيقية للتجار، للأشخاص اللي تتعامل معهم. راح تمر بأشخاص استغلاليين، أشخاص وصوليين، وتشوفهم على حقيقتهم. ليش؟ لأن عندنا وراها هني ملكة السيوف. من هي ملكة السيوف؟ أشوفها كأنما شخص في محيطك العملي ما كنت دائما تعتمد عليه، تتفق معه أو تثق فيه، ولكن خلال هذا الشهر هو اللي راح يقدم لك النصيحة الذهبية في التعامل مع هؤلاء الأشخاص. لأن دائما ملكة السيوف هي اللي ترى عندها، شوف عندها الكريستال بول، تقدر تشوف الأمور على حقيقتها، تعطيك الحلول أو يعطيك الحلول إذا كان رجل. علاقتكم دائما المتقلقلة في مجال العمل أو البزنس راح تكونون أكثر اتفاق بسبب هاي الموقف اللي أنت تعرض له، موقف يخص محاولة بعض التجار، بعض الأشخاص استغلالك ماديا. طبعا الحين ننتقل إلى الجانب المالي، ودائما الجانب المالي يكون شوية متصل بالجانب العملي الوظيفي. عندك ثلاثة السيوف، فارس هني فارس الأغصان أو النار، وآخر كرت سبعة الأغصان. برج القوس، في شيء بالماضي قاعد تحاول إن تهرب منه أو تتخطى بسرعة، مسؤولية مالية، احتمال إن تكون قرض تحاول تسده بسرعة، دين عليك، خطأ ممكن يكون حادث أو خطأ أنت قمت فيه بالماضي بسبب الطبيعة، هاي الطبيعة العجولة المستهترة. أشوف هني السرعة دائما، لما نشوف عندنا فارس يرمز إلى السرعة، شيء يخص السرعة، تسرعت في قرار ما في الماضي قاعد يأثر الحين خلال هذا الشهر على أمورك المادية. أنت هنا عندك سبعة الأغصان، تحاول جاهد أن تتمسك بالمكانة المالية اللي وصلت لها. مثلا لو وصلت إلى مستوى معين تحاول أن ما تقل عنه، عشان كذي تحاول أنك كأنما تتملص أو ما تتحمل مسؤولية هذه المطالبات، الالتزامات المالية اللي قادمة في طريقك. مو لأنك متملص، لأنها حدثت في الماضي البعيد ولحد الآن أنت مضطر أنك تدفع ثمنها، هذا هو السبب. خلينا نشوف جانب الدراسة للي عندهم دراسة منكم. طبعا الأوراق تكون مخربطة، أنا أعدلها على حسب اللي شفتها في البداية. أول كرت عندنا ثلاثة الأكواب، راح تنضم إلى مجموعة دراسية جديدة. عندنا هني الدولفين، مجموعة ليست تقليدية، خصوصا مقبلين منكم على دراسة في الصيف أو قريبا. يعني هذه المجموعة الجديدة اللي راح تنضم لها ليست تقليدية، بما معناه أشخاص ما يهتمون كثيرا بالدراسة، ولكن في نفس الوقت شاطرين في الدراسة. هذين الأشخاص طريقتهم الجديدة لحفظ المعلومات، للمراجعة، تعاونهم مع بعض هم اللي يخليهم يحصلون على أفضل النتائج كل مرة، مو جهودهم الفردية. راح يرامونك طريقة مختلفة شلون تحصل على نتائج أفضل في الدراسة ولكن بجهود أقل، لأن عندنا هنا هذا كرت التعاون، عدة أشخاص يأتون في جهود واحدة. الإمبراطور، كأنما أنت قبل دائما تعتمد على نفسك أو تعتمد على فقط شخص واحد للدراسة، معه شريكك في الدراسة، زميلك في الدراسة كان واحد، كان تعتمد على جهودك الفردية. زين، فهذا انعكاس لك للطاقة خلال هذا الشهر. وآخر شيء السيف الأول، النصيحة لك هني أن تتمسك بهؤلاء الأشخاص،
راح يغيرون وجهة نظرك. لا تعاند ولا تظل متمسك بطريقة التفكير التقليدية. مثلا دائما أنت تدرس للامتحانات قبل شهر، لو قالوا لك هالمجموعة الأفضل أن تدرس قبل أسبوعين، قبل أسبوع، قبل 10 أيام، عندهم طريقة مختلفة. الأفضل أنك تدرس مثلا دراسة سريعة قبل شهر، وبعدين تدرس الدراسة الفعلية مثلا بعد قبل الامتحانات بأسبوع. عندهم طرق جدا مبتكرة هاي الأشخاص، تمسك فيهم. عندك السيف الأول، تمسك فيهم، هم على صواب، كأنما يراوونك طريق مختصر، شورت كات. ساعات في أمور معينة في الحياة ما فيها طريق مختصر، ولكن دراستك يا برج القوس فيها طريق مختصر، فيها أشياء في الماضي قاعدة تكلفك وايد. الطريقة التقليدية هي اللي قاعدة تكلفك وايد، الطريقة اللي متعود عليها. خروجك عن التقليدي، انضمامك لمجموعة جديدة من الناس حتى في الدراسة، مفيد لك خلال هذا الشهر بشكل عام. خلينا نشوف جانب الهجرة للي منكم يسعون إلى الهجرة. عندنا الهيرمت أو الزاهد، فارس السيوف، ستة الأغصان. الكثير من النصيحة هني خلال هاي الشهر أحسها يا برج القوس تتعلق بأن تستفيد من الخبرات اللي حولك حتى وإذا ما كانوا أصدقائك. عندنا وايد طاقة هني فارس السيوف، وهني بعد ملكة السيوف، اللي راح يساعدونك ماديا، مهنيا، حتى خبرة في هاي الشهر. أهما أشخاص يمكن من الأبراج الهوائية، ومو شرط، هم أشخاص أنت بالعادة ما تتفق معاهم. أنت هني أشوفك تبحث عن حل للهجرة بما أن عندك الزاهد. إجراءاتك طولت، القبول طول، لحد الآن مش ملاقي طريقة عشان تحصل فيها على مرادك بخصوص موضوع الهجرة. عندك فارس السيوف، في شخص في محيطك وإن كنت ما تتفق معه، وإن كان مو صديقك، ممكن يكون عدوك أو منافس لك أو شخص ما تثق فيه، ولكن هذا الشخص هو راح يدلك على طريق أفضل، لأن كأن اللي قاعد أشوفه هني هو حصل على الموافقة قبلك. هو مثلا سافر إلى الدولة اللي أنت تريد أن تهاجر لها، في الحين لما تسأله وإن كان ما يحبك راح يفيدك. ترى عندنا ستة الأغصان، شخص، شوف دائما يقولون استفيد من الشخص حتى لو كنت أنت شخصيا ما تحبه، هذا هي الطاقة لك. ستة الأغصان عندنا هنا بما معناه هذا الشخص يحب أن يتباهى بنفسه، وجزء من تباهي بنفسه أنه هو يعلم الآخرين، وإن كان من أجل التباهي، بس أنا تقدر عند الشخص المبتعث هنا، طاقة الشخص اللي أوريدي ذهب في الرحلة، هاجر قبلك، فحتى لو كان بداعي أنه يحس نفسه أفضل منك، وهو دائما متكبر عليك لأنه هو قدر يهاجر قبلك، لا تستحي خلال هذا الشهر أن ترفع السماعة أو تكلمه في الواتساب، تشرح له عن وضعك وتسأله فقط النصيحة، الخبرة من الموضوع. هذا يحب أن يتباهى أن أنت طلبت منه المساعدة، أو أنت طلبت أن يعلمك الطريق الأفضل والمختصر للهجرة للبلد اللي تتمنى أن تذهب إليها. يعني كأنما الطاقة لك هنا المتكررة، لو قدرت تدوس على عنادك، كبريائك، بما أنه الامبراطور طلع لنا في اكثر من مجال، لو قدرت تدوس على كبريائك راح تحصل على مرادك. الايجو هو اللي لازم تدوس عليه هذا الشهر. عندك في جانب الصحه الامبراطور، فارس الخماسيات، وكرت برج الجوزاء العاشقين. الشيء الوحيد اللي اشوف انه يجب ان تحذر منه خلال هذا الشهر ان تصاب بالعدوى. أشوف هني أن أفعالك الحالية، مكان مقر عملك الحالي، ظروفك الحالية، احتكاكك هني، أسلوب حياتك، يمكن أنك وايد تحتك بالناس، وايد اجتماعي، تذهب لممارسة الرياضة، كل أمورك تمام، ولكن احتكاكك الكثير بالناس هو اللي يخليك عرضة للعدوى خلال هذا الشهر. أشوف هني كأنما عدوى تلتقطها فيروس مؤقت، مثل الإنفلونزا، مثل الكحة، مثل الاحتقان، اوكي؟ فاحرص ان انت تحمي نفسك او تكون اكثر حذر، لان عندك فارس الارض، فارس الخماسيات، وهو الاكثر حذرا وبطئا بين كل الفرسان. فخليك حذر، اذا في اي موضوع او حسيت باي شخص مريض اتباعد عنه خلال هذا الشهر. عندك الامبراطور، لا تكون عنيد، لا تقول ما راح يصيدني شيء،
هذا اللي يقوله لك الإمبراطور. الجانب القانوني نوعا ما مرتبط هني بالجانب المالي. قلت لك في الجانب المالي غلطة أو موقف صار لحد الآن أنت قاعد تدفع ثمنه. في الجانب القانوني عندك 5 الخماسيات. القانون هذا الكرت يقول لي هني في وضعك القانوني القانون لا يحمي المغفلين، وإن كانت كلمات قاسية ولكن درس صعب يجب أن نهضمه. مثل ما يقولون أن الطاووس يهضم كل شيء، إحنا بعد دروس الصعبة كل ما طولنا فيها لحد ما نتعلم منها وعصبنا على الآخرين، عصبت علي أنا مثلا لأن كلامي كان واقعي، عصبت على الآخرين، عصبت على اللي حولك، الدرس اللي لازم تاخذه ما راح تتحرك من مكانك يا برج القوس إلا لما تتعلمه، سواء أخذت في سنة سنتين يوم أو يومين أو شهر لازم تتعلمه. الدرس شنو يقول لك؟ هني عندنا 5 الخماسيات، 5 الأغصان والبرج وجودهم مع بعض. يقول لي إن القانون لا يحمي المغفلين، في شيء أنت نيتك كانت طيبة فيه ولكن في النهاية تقع عليك مسؤولية قانونية. يمكن هني أيضا متعلقة بالأموال، تحاول أن تتخطاها، تحاول أن تبرر أن أنت ما كنت غلطان. المشكلة القانون مو دائما مثل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحاسبك على النية، القانون ما يعمل بهاي الطريقة، هاي اللي لازم أن تكون حذر منها. إذا كانت عندك أي قضية في المحكمة في الفترة القادمة مو شرط أنك تخسرها، ولكن على الأقل راح يشوفون أن لك يد في المشكلة اللي صارت. هذا على أفضل التقدير، على أسوأ تقدير ممكن فعلا أنك تخسر القضية اللي تحاول أن تشتكي. تشوفيني برج القوس كأنه ما يحاول يشتكي، يريد أن يرجع حقه أو يقول أنا مش غلطان، لماذا تأخذون أموالي، لماذا تأخذون مني شيء ملكي. هني في شيء أشوف أنه في أشخاص يحاولون يسلبون منك شيء أنت تملكه، ولكن لأنك سويت بطيب نية لم تحمي نفسك قانونيا يا برج القوس. القراءة العاطفية راح تكون عامة مثل ما عودتكم في القراءات السابقة. القراءة العاطفية التفصيلية للعزاب للمرتبطين وحتى المنفصلين راح تكون إن شاء الله بعدين خلال شهر 7. فالحين القراءة راح أسويها بأسلوب الشعر، أسلوب الشعر من أقدم الفالات. اسألوا أهل العراق وأهل بلاد فارس عنه، هم يعرفونه وأكثر خبرة فيه. هذه الأشعار ليست أشعار عادية، متخصصة، وضعت وكتبت من قبل أشخاص متبصرين في علم الطاقة من أجل الفال. الغزل اللي طلع لك يا برج القوس هو هذا الغزل، يقول لك راح أفسره لك على وضعك مع الشريك. إذا كنت ما عندك شريك أنت اللي خذ القراءة باللي يناسب وضعك، لازم أنت تغيرها سواء كنت منفصل أو مرتبط باللي يناسب وضعك. يقول لك إذا كان الصوفي يشرب الخمر على قدر فليهنأ له شرابه، وإلا فاجعله يا ربي ينسى التفكير في عمله هذا الذي يأتيه. هني كأنما في دعاء لك بأن في شيء سيء في حياتك العاطفية راح يأتي في طريقك كأنما لحد الآن ما صار، فلذلك تشوف هني الشاعر يتمنى لك أن أنت تكون أوريدي تشرب قبل أن حتى تحدث العاصفة، قبل أن تحدث لحظة البرج. عندنا يسقط البرج يقول لك اشرب، اهنأ بالا، خليك مستعد نفسيا، أعد نفسك. لماذا؟ وكل من يستطيع أن يعطى من يده جرعة من الخمر فلتطوق يده أحضان حبيبه المقصود. راح تكون خلال هذا الشهر كأنما تحس نفسك عشت في حلم جميل ولكن ليس حقيقي، كأنما تعيش نوع من المخاوف أو حتى نقول الهلوسة، أن أنت كان عندك شريك، كان عندك وضع، كان عندك أمل، وفي لحظة ما أشوف هني كأنما الأمل ذهب، مش لأنه مو موجود، ولكن أحس خلال هذا الشهر المسافة راح تبعد بينك وبين الشريك وبين الشخص اللي تنتظره. يعني اللحظة اللي أنت تقول خلاص ابتديت أرى النور في نهاية النفق راح تشوف أن النفق أبعد وأطول من كذي.
يقول لك ولقد قال شيخنا إن قلم الصنع لم يخطئ مطلقا. الله سبحانه وتعالى لما يحط لك قدر، لما يكتب عشانك شيء ما يكتب خطأ، كل شيء عشان مصلحتك. فبارك الله في نظره الطاهر الذي يخفي الأخطاء. الله سبحانه وتعالى لما يعطينا الأقدار، يعطينا الرزق، يعطينا النصيب، إحنا نعترض على قضاء ساعات، نقول ليش يا ربي ما تعطيني أكثر، ليش ما ترجع لي حبيبي، ليش حياتي كذا، نعترض على قضاءه، نعترض. واعتراضنا يأتي من جهل، جهلنا المطلق، إحنا جهلاء مطلقا، أن الله سبحانه وتعالى عن طريق هاي الأمور تدبيرها اللي إحنا نعترض عليها، هو يمنع عنا الكثير من النقم، الكثير من الكوارث، الكثير من المصائب، ولكن إحنا ما نعلم. ولقد استمع ملك الأتراك إلى كلام الأخصام المدعين، فليجعل الله له الخجل والعار من ظلمه لدم سياوش. يعتمد هني إذا عندك شريك أو ما عندك. بقولك إذا عندك شريك المسافة بينك مثل ما قلت لك هني راح يكون في شيء شوي سلبي يأتيك في الطريق، بعد زيادة بينكم بسبب افتراء، بسبب دخول أشخاص بينكم، بسبب محاولات الحاسدين للتفريق بينكم، أو على الأقل لخلق مسافة أطول. إنزين، ولكن إذا ما عندك شريك يقول لك فليجعل الله له الخجل والعار من ظلمه لدم سياوش. سياوش هو أحد أبناء أتوقع ملوك الأتراك القدامى. إنزين، فكأنما إهني راح أعيد لك البيت لأن قريتها من الآخر. ولقد استمع ملك الأتراك إلى كلام الأخصام المدعين، فليجعل الله له الخجل والعار من ظلمه لدم سياوش. برج القوس، إذا كنت أعزب الله سبحانه وتعالى لا تفكر أنه ما قاعد يسمعك وغير قادر على أن يعطيك مناك، ولكن لو أعطاك مناك بالطريقة اللي أنت تريدها، وايد طلع عندنا هني تكررت حتى في التارو كارت هذا الشخص الإمبراطور اللي دائما يعتقد نفسه هو الصح، هو يفهم، لو تجادل معاه من الحين لبكرة ما راح يسمعك، ما راح يغير رأيه، عنده نظرة معينة خلاص راح يمشي عليها. الله سبحانه وتعالى في عدم إعطائه عدم منحك أمنيتك على طول قاعد يمنع عنك شيء سيء، بس أنت ما قادر تشوف، وأنت قاعد تظلم نفسك، أنت تخطئ في كلامك عن الله. ولم يحدثني بكلام تكبرا وأنفة مني أنا الدرويش المسكين، ولكني أدعو الله أن يجعل روحي فداء لفمه الحلو الصامت. راقب بصمت خلال هذا الشهر، لا تصير برواكتب، لا تحاول أنك تتحرر، تأخذ الأمور بيدك. إذا سمعت أنه صار عنك كلام تروح وتواجه وتقول لا ما صار. راقب، النصيحة لك أن تظل في طاقة المراقبة، ولا تتكبر وتضخم من نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، تقول أنا أفهم، أنا أريد أعطيت ربي، الله ما ينسخه، أعطي ربي الأمنية. الله سبحانه وتعالى لو كانت أمنيتك في مصلحتك راح تعطيك إياها. إنزين، كأنما في الفترة القادمة لا تطلب الشيء، إيش يقول لك فمه الحلو الصامت، لا تطلب الشيء اللي ممكن يكون فيه مضرة لك. وعيني بين حملة المرايا، حملت المرايا مثبتة لصورة خطه وخاله. وايد مركز على حتى تفاصيل حلمك، تفاصيل أمنيتك. فلتكن شفتي بين الذين يخطفون القبل من عنقه وأكتافه. يعني يرد يقول لك الشاعر مركز وملح على الشيء لدرجة أن تحاول حتى لو يعني تسوي المستحيل، حتى لو الشيء أو الشخص هذا اللي تتمناه ما راح يأتي في طريقك، ما راح الأمور تمشي معاه خلال هذا الوقت على الأقل، تقول لا راح تمشي حتى لو خاطف، حتى لو خطف، حتى لو غصب، حتى لو أبيع الأول والتالي، عشان مجرد أكلمه، مجرد أشرح له، مجرد أحاول أمشي عجلة واقفة بيني وبين الشريك، أقرب مسافة بيني وبين الشريك. لا تحاول تسوي المستحيل، محتاج طاقة الصمت والمراقبة من بعيد. ليش؟ ونرجسته المخمورة ذات لطف ومروءة، لأن شريكك أفضل مما تعتقد، وإن كان فيه بعد مؤقت. فإذا كانت تشب دماء العاشق في الأقداح فليكن هنيئا لها ما تشرب، لأن في ثمن للحب، اللي ما يبي يحب
بيرتاح، ولكن اللي يبي يحب ويعيش مشاعر الحب وثمن الحب إنه يتحمل الآلام. إذا ما تحملت الآلام والبعد، كأنه ما أحس كأنه ما الشريك راح يبتعد عنك في هالفترة، يمكن حتى يسافر. إذا ما تحملت البعد المؤقت أو الدائم، إذا ما تحملت الآلام اللي تأتي من الحب، شلون تتمنى الحب؟ في تناقض، كل شيء له ثمن. إذا الأم ما تتحمل آلام الطلق والولادة، شلون راح تولد الطفل؟ الله سبحانه وتعالى هذا الترتيب الطبيعي للأمور. حتى أكثر وأفضل وأنقى المشاعر وهي الحب تأتي بثمن، ما تأتيك مجانا ترى. فكأنما هني يقول لك هي الحب بالنسبة لك أبرج القوس جرعة مرة، يا أنك تتحملها وأنت مبتسم وصامت وراضي بقضاء الله وقدره، يا أنك تتحملها بطريقة فيها جزع، فيها خوف، فيها قلق. الخيار خيارك، ولكن في الحالتين راح تضطر أنك تتحمل. ولقد اشتهر حافظ في هذا العالم بقيامه على خدمتك. بالعكس، هذا الشريك اللي أنت كأنما تحس أنه في الفترة القادمة راح يخيب ظنك أو يبتعد عنك أو يفتح إذنه حق الحساد ويسمع لهم، كأنما بسبب كثرة اهتمامه فيك وكلامه عنك انتبهوا لك ترى هاي الأشخاص، عرفت؟ لأن أنت عنده بالنسبة له شيء كبير، شخص كبير. ولقد اشتهر حافظ في هذا العالم بقيامه على خدمتك، ما كأنه ما رح يبتعد، يعني مجرد شيء مؤقت البعد اللي بينكم. فلتكن حلقة العبودية التي في أذنه من ملقاة طرتك. في عقدة بينك وبين الشريك، في شيء يربطك أنت والشريك، لا البعد المؤقت، لا السفر، لا حتى الأشخاص الحساد. لا هني كأنما النصيحة لك لا تستفزك هاي المحاولات، ولا حتى الحساد رح يقدرون إن فعلا يغيرون عليك. هذا مجرد الوضع مؤقت إذا كنت في علاقة أو كنت منفصل. إذا كنت تنتظر شخص يأتي في حياتك، في النصيحة العاطفية لك خلال هذا الشهر إن الدعاء اللي تردده والأمنية اللي في قلبك، انتظارك لهذا الشخص كأنما ألحيت أو ما ألحيت راح يأتيك في الوقت المناسب. لأن الله سبحانه وتعالى ما راح يسوي شيء مو في مصلحتك. بتقولي ليش مو في مصلحتي الحين يدخل؟ هذا في علم الغيب، ولكن اللي أشوفه الحين إن لحد الآن في عقدة. حلقات العبودية التي في إذنه من ملقاة طرتك، في أشياء قاعدة تبعد المسافة بينك وبينه. أوقات ممكن تكون أشياء إحنا نسويها، أوقات لا الشخص الثاني. ولكن لا تحاول، النصيحة العاطفية لك خلال هذا الشهر، لا تحاول تفك عقدة مو أنت يا برج القوس اللي عقدتها. لا تتحمل مسؤوليتها، وراقب بصمت وإهنأ. أوكي، إهنأ وخل بالك مرتاح، لا تقلق، لا تشيل حمل وهم بكرة، عيش في يومك. وهذا من أفضل ميزات برج القوس، إنه يقدر، هذا من أحد ميزاته، يقدر يعيش اللحظة. الكثير من الأبراج إما يعيشون وايد في الماضي، إما يعيشون وايد في المستقبل. الماضي يخليك دائما عندك حسرة، المستقبل دائما عندك توتر. عيش في الوقت الحالي عزيزي برج القوس. هذه